دكتور رامي معلش، احنا سألنا الناس في الشارع بقى عشان نشوف قالت ايه لكاميرا صباح الخير عن يعني سؤال حلقتنا النهارده لما سألناهم هل تقدروا تستغنوا عن الحلويات والسكريات في حياتك اليوميه. خلونا نعرف اجاباتهم ونرجع تاني نكمل الجزء ده عشان مهم قوي. يلا بينا. يقولون في الامثال طعامك دواءك ودواءك طعامك، والمواطنون الأصحاء هم أكثر رصيد لأي بلد يمكن أن يمتلكه. سؤالنا النهاردة عن مخاطر الإكثار من الحلويات والسكريات وإزاي نقدر نحافظ على أجسامنا. هل تقدر تستغنى عن الحلويات والسكريات في حياتك اليومية؟ لا لا طبعا، الحلويات حاجة كويسة وبتساعد يعني مع الأكل وكده يعني. لا طبعا محدش يقدر يستغنى عنها، دي السكريات والحلويات ده عنصر أساسي للجسم. لا طبعا، لسه فاضل بسبوسة دلوقتي. لا طبعا لا، لأن دي من الحاجات اللي هي بترفع السعرات الحرارية اللي في جسم الإنسان. لازم الجسم ياخد نسبة من السكريات في الجسم. الحلويات مطلوبة، بحبها جدا، بحب الشوكولاتة والبسبوسة. ايه اكتر حلويات وسكريات بتحب تاكلها في اليوم وامتى بتاكلها تقريبا يعني؟ كل الحلويات والسكريات بس اللي هي الماركات كلها. البسبوسه طبعا والشوكولاتات كلها طبيعي. ممكن بسبوسه، كنافه، كل الحلويات عامه يعني، بسبوسه وكنافه والحاجات دي، حلويات الشرقي طبعا. انا بفضل البسبوسه عامه يعني، بالمكسرات او بالفستق او البندق. البسبوسه والكنافه والجلاش بس. عسل، حاجه زي شوكولاته، حاجه زي كده. هل شايف ان في مخاطر من كتر اكل الحلويات والسكريات ولا ايه؟ ايوه السمن. لا طبعا في مخاطر، لان بتجيب السكر، بتجيب ضغط، وترفع امراض كتير معينه، والواحد لازم يعتدل في اكل الحلويات واكل السكريات. هو طبعا الحلويات كترها بتعرض للواحد امراض سكر والحاجات دي يعني. يعني بصراحه الموضوع علمي مش عارف، لكن انا بحب يعني يومين ثلاثه في الاسبوع افطر بسبوسه حلويات. ان لو واحد لو مريض سكر السكريات تتعبه. مخاطر السم الابيض اللي هو السكر والملح، لا ده يكتر ولا ده يكتر. قولي لو انت في الشارع وجعان جدا، هل هتفضل ان تاكل حلويات او سكريات ولا تاكل وجبه غذائيه متكامله؟ لا وجبه غذائيه. لا والله ممكن اجيب وجبه غذائيه كده خفيفه وبس، لازما برضو معاها حلويات وكده يعني. لا اكل وجبه غذائيه كامله طبعا، لان هي الوجبه الغذائيه اللي هتفيدني وهتفيد جسمي. في الصيف طبعا البسبوسه او الحلويات افضل يعني، احنا بنفقد السكريات كتير طبعا، الحلويات دي بتتعوض. خليني اسالك ازاي بتقدر تحافظ على جسمك؟ مشي كتير طبعا، مشي كتير ورياضه طبعا. ممارسه الرياضه ده شيء ضروري عند اي انسان في الدنيا. باكل نص اكله، باكل وجبات معينه، ما بكترش في الاكل يعني، انا ادي جسمي بالظبط وبلعب رياضه وكده.